هي السلطانة عيان. ومين هي؟ زوجته لجلالة السلطان سليمان، جابت له 4 أمراء وسلطانة. هلأ بتكون هيام عرفت ورح تساوي كل شي مشان تقدر تمنع هالحفلة. ما بظن إنه تساوي شي. تعرفي السلطان هلأ متضايق منها. مزبوط، بس السلطان ممكن يتقبل هالموضوع؟ سلطانة لا تاكلي هم، ألفت بعد شوي رح نام. إجا خبر من قصرك يا سلطانة، فريال وضع صعب شوي، رح تولد. وأخيرا قربت نهايتك يا فريال. سلطانة هيام، آسفة إذا زعجتك بهالوقت. أستغفر الله، أي إزعاج هاد؟ أنت مرتاحة بأوضتك؟ الحمد لله مرتاحة، مو ناقصني شي بنوبي يا سلطانة. عفيفة خانم، أنا وياكي لازم نكون متفقين على كل الأمور هون. قبل شوي أنا سمعت شغلة، حسب ما عم بيقولوا إنه أنتي بكرة رح تنظمي حفلة لجلالة السلطان، مو هيك؟ مزبوط هالحكي سلطانة، بس ما فهمت أنتي ليش مستعجلة؟ لسا مبارح وصلتي، يعني حابة تشتغلي من وراي؟ استغفر الله، بس أنا عم قوم بوظيفتي يا سلطانة. وأنا ممنونتك. أنا حابة أسألك سؤال، هلأ لو كانت السلطانة الأم عايشة، معقول ما كنتي استأذنتيها؟ لا يا سلطانة، بالأول كنت طلبت الإذن منها. حلو، لكن ليش ما طلبتي الإذن يا خانو؟ الصبح أنا كنت رح خبرك يا سلطانة، بس مو مشان أطلب الإذن منك، لمجرد أعطيكي خبر، لأنه أي أحكي. حضرتك مانك السلطانة الأم. أي مزبوط، أنا هلأ مو مثلها، بس بتعرفي شو هو الفرق يلي بيني وبين السلطانة الأم؟ السلطانة توفت أما أنا لساعتني عايشة. عفيفة خانم، الحفلة اللي عم تحضري لها بكرة ما رح تصير. سلطانة ولا كلمة. ليش تأخروا لهلا؟ إبراهيم لازم يكون مات من زمان. خليني روح شوف شو الأخبار يا باشا. لا استنى بلا ما يشتلوا علينا. اسكندر شلبي، شوفي حضرتك بدك تجي معي. لوين بدنا نروح وليش؟ أمروني إني إجي جيبك وبس. شكرا لك. خدي نفس عميق، اضغطي اكثر، يلا كمان. ابراهيم باشا، شو عم بيصير هون؟ والله انت اللي بدك تقلي شو اللي عم بيصير،
بدك تقلي مين الخاين يلي حاول انه يقتلني من ورا ظهري يا اسكندر شلبي؟ حاول انه يقتلك؟ نعم، ولو ما قتلوا تشالي جالي قبل ثانية كان رح يحقق هدفه. فيك تفهمني وتشرح لي هالشي؟ كيف واحد أعجمي بيقدر انه يدخل على المعسكر؟ بعد إذنك يا باشا، هالموضوع رح حقق فيه بنفسي، وأكيد رح يتعاقب كل شخص مقصر بشغله. هيك لكان. طيب وانت يا اسكندر شلبي، انت يعني مانك مقصر ابدا كشخص مسؤول عن حمايتي؟ سلطانة قولي لي شو وضعه؟ الحبل السري لافت على الولد، والولادة رح تكون صعبة. انتو لازم تولدوها. كأنك عم تتهمني لإلي يا باشا، يعني حضرتك مفكر إنه أنا إلي إيد بهالمخطط الوسخ؟ أنا لو كنت عم بتهمك ما كنت هلأ واقف هون وعم بحكي معك. وهذا القبر حفرته مشان ندفن الجندي الأعجمي. بس أنا متأكد إنه في بيناتنا هون واحد خاين. واحد جابه لهون ورسم له خطة مشان يقتلني. احتمال كبير يا باشا، وإذا مثل ما عم بتقول أنا رح لاقي لهالخاين يا باشا. لا يا اسكندر، أنت لا تعذب حالك أبدا، لأنه هالمجرم الحقير أنا رح لاقي بنفسي، وبس اقتله كون واثق إنه ما رح يكون له قبر. يلا استعجلوا شوي، بتكون السلطانة هيام فائت بسرعة. وين الشال الحرير؟ لك انتي وينه عقلك؟ روحي جيبيه. تعي لهون، خدي هاد من ايدي. بسرعة تحركي. صباح الخير يا سلطانة. أهلين. فطور حضرتك رح يجي فورا، قولي لهم يجهزوا لي اياه بالحديقة. اليوم بدي افطر مع أولادي. أمرك سلطانة. أي فستان من هدول بتحبي تلبسي اليوم يا سلطانة؟ الموف. أمرك، يلا جهزوه فورا. في اخبار من القصر الثاني؟ لا والله يا سلطانه، بس انت اطمني، برجم اغا بيكون سوالي عليه. ان شاء الله يكون قدر. امرك، يلا جهزوه فورا. في اخبار من القصر الثاني؟ لا والله يا سلطانه،
بس انت اطمني، برجم اغا بيكون سوالي عليه. ان شاء الله يكون قدر. ابني وينه؟ ابني لا تقومي، خليكي هون، وضعك ما بيسمح تتحركي. انا بدي ابني هلا، روحوا جيبوه. خلص اهدي، قلت لك وينه، هلا بدي اشوفه. لا تقومي، وضعك هلا ما بيسمح تتحركي. والولد وينه؟ شو سويتوا له؟ انا عملت اللي علي، بس إرادة الله ولدت طفلك ميت. لا لا كسابه، لا اهدي مشان صحتك. اللي اخذتوني يا ابني يا بنات، ساعدوني شوي، بدي اشوفه. اهدي الله يخليكم، لا تسووا فيني لا هيك. جيبوا لي ابني. شو حساوي فريال يا سلطانه؟ لازم تتعاقب، انا هيك رايي، والمفروض انه تتخلصي منه اليوم. جيبوا لي ابني بدي اشوفه، رجعوا لي يا الله يخليكم. سلطانه صار لازم تنهي الموضوع. لك خلص بقى، حاجة تعيطي مشان صحتك، حاجة تعيطي. انتو اللي قتلتوا لابني. لك وطي صوتك شوي، اهدي فوراً. ليش اخذتوا مني؟ شو اللي عم بيصير؟ سلطانة لوين اخذتوا ابني؟ رجعوا لي. شو انتو ما قلتوا له؟ والله قلنا له يا سلطانة انه الجنين تبعه أول ما ولدته كان ميت. لا عم تكذبوا، انتوا أخدتوا. الله يخليكم رجعوا. سلطانة بوس إيدك رجعي. قالوا لك إنه الولد ميت، ما حدا أخده. انتوا اللي قتلتوا، مو هيك؟ ما وجعكم قلبكم على ولد صغير؟ يا مجرمين أعطوها مهدئ وريحوني من صوتها. سلطانة سلطانة رجعوا لي ابني، الله يخليكم. ميت او عايش عطوني ابني، خلوني بوسه وشمه مره واحده، ما بدي شي تاني بنوب. وبعدين اقتليني اذا بدك. ابنك هلأ يا فريال موجود تحت التراب ومالك غير تدعي له. لازم تكوني مبسوطة. لأنه رح يستقبلك ملاك وقت تموتي. قتلوني وخلصوني لكب. قتلوني وخلوا عذابي ينتهي، خلوني التقي مع ابني. وقت يجي الوقت المناسب تأكدي اني رح اقتلك. ألفت خانو الله يخليك، ليلي وينو ابني؟ ابني شو سويتوا فيه؟ مظبوط اللي قالوا لك يا فريال، المولودة هي اللي دفعت ثمن الذنب تبعكم. حرام، كانت بنت. كوثر زبطي لها الجناح لمريم مثل ما بدها بالضبط، ولا تاكلي هم المصاريف، واختاري لها جواري مناح. قلت لها العفيفة خانهم ورح تهتم بهالشي. سلطانة اليوم رح يساووا الحفلة؟
ما بتوقع، بس انتي فتحي عيونك وأدنيكي منيح. حابة انه اعرف مين عم بيفوت ومين عم يطلع من الجواري. انتي اطمني. سلطانة، يسعد صباحك يا مولاتي السلطانة. شكرا. شوفي سمبل، يلا يا بنات خلونا ننزل لتحت. حكيت مع برجم آغا قبل شوي، إجاها الطلق لفريال وهنا عم يحاولوا يطلعوها من القصر، تركوها ومشيوا. الله يلعن هالحظ. خلي عيونك لفوق أقوى، شد حالك يلا. كمان هالمرة خسرت. قلي لشوف ليش خسرت يا محمد. حضرتك أقوى مني يا مولاي. لو كانت القوة بتكفينا ما كنا بحاجة للسيوف. بيوم من الأيام رح تكبر ورح تصير قائد جيش الدولة وتواجه عدو كتير قوي، شو رح تساوي وقتها؟ أنا رح حارب بكل قوتي ورح موت بشرف يا مولاي. وأنا ما بشك بهذا الموضوع، بس إذا القائد بالمعركة بيموت وقت الجيش بينهز وبيبلش يخسر وبتعرض الدولة لوضع صعب. بس إذا بتسمع كلامي وبتتدرب كل يوم وقتها رح تقوى ورح تهزم عدوك. هذا السيف بيكفي لحتى تقتل فيه خصمك وتنتصر عليه قد ما كان عدوك قوي، بس لازم تقاتل بعقلك مو بعضلاتك يا محمد. وقت حتى أعدائك ما رح يقدروا يوقفوا قدامك. حتى أعدائي؟ إيه، بس بشرط أنك ما تكون خايف منه. رستم آغا. مولاي السلطان. قلن يجيبوا الأكل لهون، بدي أكل مع الأمير. أمرك مولاي السلطان، رح قلن يجهزوا. جالي هذا من وين طلع لي؟ كنا رح نخلص منه ونقتله. هالحيوان خرب لي كل مخططي. عفوا حضرة الباشا، سامحني بس صار لازم نوقف هالمخطط لأنه يمكن يكشفونا عن قريب. أنا مو ناوي وقف هالشي، ورح حول المهمة لحلمي باشا. حضرة اسكندر شلبي. مو معقول، أنا من شوي كنت عم أحكي عنك. تعال. فيني أفهم شو اللي عم بيصير هون؟ حضرتك إلك علاقة؟ ولشو هالسؤال؟ بالحقيقة أنا مثلك ما بحبه الإبراهيم باشا بنوب، بس مو ضروري نقتله لحتى نخلص منه. لازم ما تنسى أنه هو الوزير الأعظم للدولة العثمانية والوكيل المطلق للسلطان سليمان. حلمي باشا، نحن ما قلنا علاقة باللي صار مبارح معه. وبالإضافة لو بدنا نقتل الباشا كنا قتلناه من زمان. أنا ما بدي أقتله، بدي إياه ما ينجح بمهمته، ولهيك لازم انه نوجه الجيش مباشرة على تبريز. عملت اللي طلع بإيدي، بس الباشا ما اقتنع. ما فيك تقنعه بس بالكلام يا باشا. شو بدي ساوي؟ شوف، هلأ إبراهيم باشا كل همه انه يبني دولته العثمانية الجديدة ببلاد العجم، وإذا السلطان وافق معه على هاي الفكرة
بدي رشحك لتتولاها. ما في حدا يدير هيك دولة إلا واحد قوي كتير مثلك. شكراً على ثقتكم فيني، بس الباشا مصمم يروح على بغداد ونحن لقينا طريقة لنقنعه للباشا. شو هي؟ رح نوصل لإبراهيم باشا من شخص بيثق فيه معلومات استخباراتية مانا صحيحة. مين ممكن يكون إلا اسكندر؟ جايب هالأعجمي وزرعه بيناتنا، ولولا وجود تشالي جالي بالصدفة كنت هلأ يا نصوح مدفون تحت التراب. الزلمة ما عم بيشتغل لوحده يا باشا، أكيد في معه جماعة. نصوح أفندي، أنت عم بتدافع عن اسكندر شلبي؟ الموضوع أني خايف ينتشر الخلاف بين الجنود يا باشا، لازم نضل متحدين هلأ مشان نصرة الحملة. بتذكر مرة وقت كنت ببرقة في جماعة ضربوه كتير لأخي، كانوا من برات الضيعة، كانوا ضربينه منيح، كان مجروح كتير وعم ينزف. وقت جن جنوني، وقت اللي شفته جمعت رفقاتي ورحت لعندهم، بس وصلت لقيتهم أكتر منا بكتير وكبار كمان. ولما اطلعت لوراي ما لقيت رفقاتي، تركوني وهربوا. بيوم تتعلمت درس، اوعك انك تطلع على معركة مع ناس ما بينوثق فيهم ابدا. والمقصود من هالشي يا نصوح، أنا بدي أشخاص واقفين جنبي صادقين معي وأوفياء، مو ناس واطيين مثل اسكندر. مصطفى رح يجي لهون؟ إيه، عينته وكيل السلطنة، رح يكون هون معكم طول مدة الحملة. حقوم روح لعند إخواتي وقل لهم والله رح ينبسطوا كتير. عن إذنك يا مولاي. روح ابني. رستم أغا. نعم مولاي. تعال قرب لجنبي. مريم هي أغلى شي عندي بهالعالم، أنا مو نسيان الشي اللي عملته مع بنتي يا رستم أغا، ولهيك أنا أمرتهم يرفعوا لك أجرتك من 100 لـ150 ذهبية. يلا روح مولاي. أنا ممنون فضلك، الله يطول بعمرك يا مولاي وبعمر الأمراء. آمين. في عندك شي مشكلة؟ بفضلك ما عندي أي مشكلة يا مولاي. أنت متزوج يا رستم أغا؟ لسه يا مولاي السلطان. العيلة مهمة يا رستم، انت لازم تتزوج قريبا ويصير عندك اولاد. الله كريم يا مولاي، بيجي يوم بتزوج ان شاء الله. على خير. جهزوا له جناح للسلطانة، بدي جناح يكون كتير مميز وحلو. تحت امرك يا امير، امتى رح تجي؟ بيجوز انه تجي بالوقت اللي انا اطلع فيه من هون، ومشان هيك ما بدي أي مشاكل بغيابي. رح نستقبلها للسلطانة ناهد دوران بأحسن طريقة، ورح خلي كل الحرم لك تحت خدمتها. كتير منيح. تأمرني بشي تاني سموك؟ شكرا، فيك تمشي. عندك روحي لجوا وكملي شغلك. رح روح بس خلص اللي بإيدي. وين ريتا لسا ما اجت؟ وانا شو بيعرفني بابا؟ بابا ها امتى رح نروح على السوق؟ اليوم مشغول كتير يا بنتي،
شو لازمك من السوق؟ في شوية أغراض ناقصت. هيلينا؟ كثير تأخرتي، وينك لهلا؟ آسفة غصب عني، ديمتري وقفني وأنا جاية فقعدنا نحكي. ما أنا بعرف شو هي أحاديثكم. ديمتري حبيبي يا عمري يا روحي. خلص بلا غلاظة. يا بنات في عندكم شغل كتير، يلا فوتوا بلا حكي. طيب ماما. ايه وشو عملتوا؟ كيفو ديمتري؟ مثل ما هو تفكيره ما بيتغير. سألته امتى رح نتزوج؟ قال ما بيعرف. مو كل رجال هيك صدقيني. خير ان شاء الله، شو اللي زعجك؟ ولا شي. قولي قولي. تعرفي ليش مزعوجة؟ لأني شفته لهداك محل ما بسبح. مين؟ تتذكري وقت كنا على الطريق والتقينا بهداك الصياد؟ تذكرته هذا الشاب المهضوم؟ شو ساويتوا يلا قولي؟ لتكونوا سبحتوا مع بعضكم. لك شو هالحكي؟ أنا شلون بدي أسبح معه؟ لا قلعته. حرام عليكي هيلينا، ليش قلعتي؟ يعني شو كان لازم أعمل؟ أنا شو بيعرفني؟ لو حكيتي معه وعرفتي مين هو؟ من وين جاي؟ وشو بده؟ قلت له يروح وما كان يقبل. قال يا بينزل وبيسبح معي أو أنا بطلع من المي. أكيد وقت اللي شاف جمالك ما قدر يبعد عني. أوف أنت عن جد ما بينحكى لك شي بنوب. طيب خلص وقفت كملي. الغريب إنه طلع واحد منيح ما قرب علي وضل داير ظهره. لبست تيابي وبعدين أنا رحت. عن جد غبية، ليش لا تهربي منه؟ شلون رح تلاقيه هلأ؟ قال لي إنه بعد أسبوع رح يكون عند النهر. بهيك حالة لكن أنت عجبتي؟ إيه وشو جاوبتي؟ عملت حالي مو مهتمة، قلت له مو جاية. لك حاجتك كذب. شو رأيك تروحي أنت إذا عاجبك؟ إيه بروح ليش لا؟ أصلاً ديمتري مو مبين له آخرة. ادخل. احترامي سمو الأمير. تعال باشا. مولاي السلطان بعت لكم مكتوب. خير يا أمير، ليكون في خبر مو منيح. مولاي السلطان عيني وكيل السلطنة العثمانية وطالب روح العاصمة. والله الوظيفة بتستاهلها يا جناب الأمير، لازم حضرتك تفرح. كتير كنت حابب روح معهم على الحملة، بس الحقيقة أنا مو فهمان شو هي وجهة نظره. إذا مولاي السلطان اتخذ هيك قرار فأكيد في حكمة. جلالة السلطان اسمح لي أخذ من وقتك شوي. عفيفة خانم كيفك؟ طمنيني الحرم لك ماشي أموره؟ مولاي كون مطمن أنت، عم ساوي كل اللي بيطلع بإيدي مشان ليق بالثقة اللي حضرتكم عطيتوني إياها. منيح. مولاي أنا أجيت مشان أطلب الإذن من حضرتك. بخصوص شو؟ مولاي أنا حابة نظم الليلة حفلة خاصة مشان حضرتك، إذا بتشوف هذا الشيء مناسب. عفيفة خانم انتي هون؟ خير يا سنبل آغا، انت ليش اجيت؟ عم دور عليكي والله، سمعت عاملة حفلة وقلت بساعدكن. كيف الترتيبات؟ اذا بتحتاجوا لشي انا مستعد اني ساعدكن بكل شي بتطلبوه. اذا احتجت شي بقلن يقولوا لك. ولا قلك خليني هون بجوز تحتاجوني. سنبل آغا قلت لك رح نخبرك إذا احتجنا مساعدتك. يلا
بسرعة روح شوف شغلك. بالإذن. لكن هذا هو مكان شغله لحضرة الباشا ما هيك؟ نزار أغا؟ أنت مو لازم تروح بقى؟ يعني روح اهتم بالبنات هونيك مشان ما يتأخروا. طيب ماشي. شو هاد؟ بهالفستان المبهدل بدها تروح لعن جلالة السلطان؟ هي هيك رادت. الله لا يعطيك العافية على هيك ذوق. قال هيك رادت قال. روحي دغري وجيبي لها تياب غير هدول يلا. نزار آغا عفيفة خانم سمحت لي بهالشي بزبطه أنا لا تاكل هم. طيب لكان بس شوفي إذا ما عجبني والله رح رجعي. شو قدرتي تعرفي شي؟ لا والله كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. دورت عليهم بكل الحرم لك. قلت بمر من الطريق الذهبي وبدور عليهم بس لقيت عفيفة خانم واقفة قدامي. واضح إنه الجواري داخلين لهنيك من قبل بيوم. ايه وشو العمل؟ ما عندي أي فكرة أبدا. انتي هلأ روحي خبريها للسلطانة هيام. بدك يعني أنا وصل لها الأخبار السيئة؟ سنبول آغا خير؟ شو عم بتنم؟ شكري انت إلك خبر بالحفلة الخاصة؟ معقولة ما عارف وأنا اللي ساويت الأكل؟ تعرف انت ما في حدا هون بيشك فيك. لا إلك شي حجة وروح على الغرفة الخاصة. خير ليش بدي روح لهنيك بقى؟ بدي أعرف مين هنن البنات اللي عم يجهزوهن لهي الحفلة. عفيني يا سنبول آغا لا تدخلني بهاي الشغلات. هذا اللي اسمه نزار ناطر مني غلط واحد حتى يتخلص مني. لك ليش قلت نزار؟ والله لما عم بسمع بهالاسم أعصابي كلها بتتوتر. طيب انت روح هلأ جهز لي أكلي أنا جاي فورا. ناطر يلا روح. انت شفتي السلطانة هيام ما هيك؟ مزبوط وهي مرة حلوة كتير. هي مثلك صحت لفرصة أنها تطلع قدام مولاي السلطان. رقصت رقص حلو وسحرت كل الموجودين هونيك وعلى الأخص جلالة السلطان. وعلى قد ما عجبوا جمالها ورقصها الحلو وقتها المنديل الموف كان من نصيبها. وشو هذا المنديل؟ السلطان بيعطي الجارية اللي بتعجبه هالمنديل والجارية اللي بتحصل عليه بيصير من حقها عبور الطريق الذهبي اللي بيوصلها على غرفة السلطان الخاصة. طالعي كل مهاراتك بهي الليلة وخلي جلالة السلطان ما يقدر يشيل عيونه عنك. فاطمة خانم قولي ممكن تتركيني لحالي شوي؟ سلطانة. سلطانة شو صار؟ عم يجهزوا للحفلة؟ ايه عم يجهزوها. حارسين الطريق وما عم يخلوا حدا يمرق. عفيفة خانم والجواري ما عم يسمحوا للنملة تفوت. اكيد فوتوا الجواري اللي بدهم اياهن. والله يا سلطانة ما عرفنا مين الجواري اللي أخذوهن على الحفلة لأنهن مخبينهن هنيك من مبارح. هلأ مو المهم مين هن لأنه رح نعرفهن بعدين بس المهم شو بده يصير بعد هالليلة. عفيفة خانم صارت هلأ عدوتي بلشت الحرب ضدي ورح تدفع الثمن غالي. مولاتي جلالة السلطان متوتر بعد الحادثة الأخيرة اللي صارت وإذا حاولنا نضغط على عفيفة خانم هذا الشي ما رح يكون لصالح حضرتك أبدا.
شو بدك تساوي هلأ يا سلطانة؟ هلأ اتركوني لحالي، بدي أفكر شو بدي أعمل بهالموضوع. لا تتلهوا، يلا عجلولكن شوي. هاي ليش لساتها هون؟ يلا خدوها بسرعة. شكري آغا، شكري آغا. عفيفة خانم وصلتني إلك مشان تنتبه على العشاء وما تاكل كل شيء، وخليه يتركه للسلطان شوية أكل. شو هالبلوة يا الله؟ وأنا وقفت لأسمع لك. روح من هون لا تعطلني. متشبك يا ابني، رح توقعه من إيدك. وهي إجا صاحبك. يلا أعطيني أكلي، والله أنا رح موت من الجوع. والله تاريك مانك قليل يا سنبول، عم بتدلل حالك على الآخر. آه نزار أغا حضرتك هون؟ والله عن جد ما شفتك. وشلون بدك تشوفني؟ ما طول النهار عم بتدور من هون لهون وتشمشم أخبار. طلع فيني، ضب لسانك احسن لك، والا بقصل لك اياه وبطعميله الكلاب. روحي واصله لمناخيري. ان شاء الله روحك بتطلع. انت شو قلت؟ ما سمعتني؟ عم اقول شو رايكم هالليله نطلع لبرا ونروح على شي مطرح حلو نغير جو، لانه صار لي عم بركض واشتغل من لما اجيت. يعني شو بس انتم بتنبسطوا لحالكم، خلوني انا كمان انبسط لي شوي. انا رح فرجيك يا شرشوح يا جلعود. بدي كسر لك راسك والله. لا تصحي. إبراهيم باشا، قالوا لي طالب تشوفني. إذا لم ينعش العالم والحب والكون قلبي، فلا كان هذا العالم ولا الحب ولا حتى الكون. أعطيت شعري روح جديدة يا إبراهيم باشا. يحيى تشالي جالي، أنت شاعر منيح وكمان جندي قوي. أنا مديون إلك بحياتي، فيك تطلب مني شو ما بدك. العفو منك يا باشا، هذا واجبي ووظيفتي، وأنا ما راح أنسالك هذا الشيء، وراح تاخذ مكافأتك. بس من هون ورايح أنا حابب شوفك جنبي. هذا الشيء بشرفني. منيح، فيك تمشي. We'll be right back.
قديه سعرها هي؟ هي جاي من دينار، دوقها قبل ما تشتري. طيبة، وزن لك فورا يا بيك. كيف الشغل هالايام؟ الحمد لله، الله يقويه ويديمه للامير مصطفى. خلصنا من مصاص الدم اللي اسمه بشير. والله ابدا ما رحم، قطع له راسه لهالابليس. لك مو على الفاضي الشعب بيحبه للامير، عادل مثل ابوه. قريبا رح يجي اليوم اللي رح يقعد فيه على العرش ويصير سلطان العالم كله. عباس آغا. أوه أنيس أفندي، أهلا وسهلا. شكرا عباس آغا، شكرا. صحيح أنت ليش ما عادت بينت؟ خلصت لك السجادات. يسلموا هالإيدين، هاليومين بيجي باخدهم. تفضلوا لجوا خلينا نشربكم شي. لا يسلموا ما في داعي. أنت جبت تشكيل جديدة؟ والله من شوي إجوا، بس إذا بدك فوت شوفهم. هيلينا اسحك تقرب علي. يا الله انت ليش هيك بتعامليني؟ والله انا نيتي صافيه، انت بس وافقي وانا بيجي بطلبك. بابا شوفي انا رايحه على السوق جيب اغراض. ماشي يا بنتي يلا روحي. عباس اغا ايه؟ مين اشتغل لك السجاد؟ السفر امتى حيكون؟ انا بلغتهم مشان يستعدوا للسفر يا سمو الامير، وبس يخلصوا التجهيزات بننطلق. ما بدي ناس كتير، قللوا عدد الجنود. أمرك باشا، رح يكون القصر بغيابي بأمانتك وعم عينك وكيل عليك. بتشرف يا سمو الأمير. على طول بتطلعي لحالك؟ عم تلحقني وين ما عم روح؟ لا، هالمرة القدر هو اللي جمعنا. قلت لي القدر؟ ايه القدر. شو مو مصدقة؟ بصراحة أنا مو مصدقتك ابنه. بابا جوا المحل هلأ بيطلعوا بيشوفك. رح تجي؟ لوين؟ مكان ما شفتك هداك اليوم. أصلاً أنا أول مرة بشوفك. لكان رح يكون اللقاء الأول بيناتنا. بعدين في إلك شغلة معي، ما بدك إياها؟ شغلة شو؟ إذا بتجي بتشوفي. بابا خلص شغل. رح أستناكي. يلا يا بنتي خلينا نروح. سلطانة هات لشوف، احكي لي شو صار. عملت اللي بيطلع بايدي مولاتي السلطانة، بس للأسف ما قدرت طالع على فريال. هالشي واضح. كيف فريال بعد الولادة وابنه شو وضعه؟ المولود توفى يا مولاتي، قالوا انه ولد ميت. هن يلي قتلوا، اكيد ما رح يتركوه يعيش. وفريال حابسينا بالقصر يا مولاتي، بس ما رح تعيش كتير، وبهاليومين بجوز يقتلوها. برجم آغا، مهمتك كانت كتير بسيطة وما قدرت تنفذها، ساوي المستحيل لطالع فريال. بجوز ما قدر يا مولاتي، وعلى الأغلب بيكونوا هلأ قتلوها. بتروحي عند رستم آغا وبتسألي عن أخبار اسكندر شلبي. كل اللي بتمنى اني كمل حياتي جنبك وقضي عمري معك ويكون عندي ولاد منك. ولاد؟ باشا انا ما قصدي. لا مو هيك،
وأنا بتمنى يجيني ولادي يشبهوا أمهم، عندهم مثل هالعيون الحلوين. كون مبسوط سليم. رستم آغا، السلطانة بعتتني لحتى شوف. خير مولاتي السلطانة، بدها مني شي؟ بدها تسألك عن وضع اسكندر شلبي، في منه شي خبر؟ لو في كنت أنا خبرتها. رستم آغا، إذا بتحتاج أي شي بس خبرني فورا، أنا بعمل جهدي لساعدك. أنا الباشا ويش، معي رسالة لإبراهيم باشا من محمود بيك. مصطفى باشا، نحن لازم نتوجه على بغداد بكرة الصبح، بدنا نروح عن طريق الموصل. أمركم إبراهيم باشا. إبراهيم باشا، شو فيه؟ هلأ أجتكم رسالة من محمود بيك وعم بيقول إنه كتير مهمة. خير يا باشا، شو عم بيقول بالمكتوب هاد؟ طهماز سحب قواته من تبريز وتوجهوا لسواحل قزوين. يعني تبريز بهالوضع رح تكون ضعيفة كتير؟ أنا برأيي نستغل هالفرصة يا باشا. هاي رسالة من اسكندر شلبي. مولاي السلطان، بعد السلام والتحية من خادمكم الأمين اسكندر شلبي، أردت إبلاغكم يا مولاي بأمر طرأ مؤخرا قد يؤثر على هدفكم السامي من الحملة على الشرق. إبراهيم باشا يريد الآن وبشكل مفاجئ تغيير الاستراتيجية المتعلقة بالسيطرة على بلاد العجم، إذ أنه قرر بناء دولة جديدة ومستقلة بشكل جذري هناك، تخضع لحكم ملك قد يكون هو نفسه. ياس باشا فيك تروح، أنا ما بدي منك شيء. لا تاكل هم الطريق يا باشا، لأنه بعرف المنطقة كتير منيح وبعرف طريق مختصر كمان. وغير هيك كتير من الجنود العجم لما يشوفوني معك رح ينضموا لجنودك. كم يوم بدنا؟ إذا منترك المدافع منوصل لمنطقة وان بأسبوع، ويومين منكون بتبريز. أما إذا رحنا على بغداد فورا، طهماز أكيد رح يكون معه وقت، ووقتها بيرجع أقوى على تبريز.
شو رأيك يا مصطفى باشا؟ طبعاً عدم وجود طهماز مهم يا باشا، وبهيك وضع فينا نحتل تبريز من دون مقاومة. يعني وصولنا لتبريز بهالسرعة بيوفر وقت وبيسهل علينا كتير بناء الدولة اللي عم تحلم فيها. نجتمع اليوم المساء وبنحكي بشكل مفصل، وأنا رح أخبر الكل. أخذت المنديل البنفسجي. شو هالفيروزة؟ من سنين ما في وحدة منا قدرت تحمله. فيروزة عندها شي مميز يا ألفت، كنت حاسة بهالشي. أخيراً لقينا وحدة تخلصنا من هيام ومشاكلها، وضروري ما نخليها تضيع منا. صحيح، المهم إنه نقدر نحميها. سلطانة شوفي، فريال خانم كانت بدها تقتل حالها. يا الله سلطانة، هالمخلوقة بكفية قهر كل هالقد؟ منعمل اللازم وخليها ترتاح. هيام، ليش ما عاد شفناكي؟ وليش وشك مصفر هيك؟ ناهي الدوران، آخر همي إني شوفك، وإذا وشي مصفر هلأ فالسبب معروف. متوقعة تكوني سافرتي على أساس تروحي لعند ابنك. بس بطلت. ليش؟ بس ما تكوني صايرة خادمتها للسلطانة. مصطفى راجع لهون. مولاي السلطان عين ابني وكيل السلطنة بغيابه، ورح يكون بمقام السلطان. اي كتير منيح، الله يعلي من مراتبه. ما تكون أعصابك متوترة من ليلة مبارح. ما بعتقد انه انا مثلك مشان برغوت انه احرق الحاف. هلأ المنديل البنفسجي صار برغوت. مولاي مبارح عطى لجارية منديله البنفسجي، حتروح اليوم لعنده على الخلوة. منديل شو هذا؟ ومنين جاي بهالأخبار؟ بزمانه قلت لك رح تجي المرة اللي رح تقضي على عشقك وتغير الموازين بالقصر. وإجت هالمرة يا هيام. انت شو عم تساوي؟ هاتي من ايدك. انا شو نبهت عليكي؟ ما بدي حدا يشوف ذنوب، والا مستحيل نقدر نحميكي. انا مو فهمانه لشو كل هالخوف. السلطانه هيام شو بدها تعمل لي يعني؟ بلا ما تعرفي احسن لك. بس رح يجي يوم واعرف. هلا قبل اي شيء حاولي تتقربي من جلاله السلطان وتخليه يتعلق فيكي، وبعدين لك الحادث حديث. هلأ أطلعي نزار آغا ناطرك برا، رح ياخدك على مكان آمن لتزبط الأمور. لوين؟ بعد شوي بتعرفي وين. معك للمساء، زبطي حالك. بدك تروحي على الخلوة. أي خلوة؟ وقت بيزت المنديل الموف معناته بده ياكي. هلأ فهمت. عفيفة خانم، لكن أنا لازم أرتب حالي.
لا تشغلي بالك، في عندك وقت كتير. استغفر الله العظيم، كيف ما شفتوها يعني؟ عم بتقولوا انه رمال المنديل قدامكم؟ سلطانة؟ هدول البنات اللي كانوا بالسهرة مبارح، أنا جمعتهم كلهم وقاعد عم حقق معهم هلأ. ما شاء الله عليكم. بس أنتوا كنتوا مبارح؟ لا يا سلطانة، كمان كان في وحدة معنا. وينها؟ ما عرفتوا مين؟ سلطانة، للأسف ما عرفنا مين هي. شو يعني ما عرفت مين هي؟ عم بتقول كان في وحدة معهم كمان. إجت بالخمار يا مولاتي وما كشفت عن وشها، فما قدرنا نعرف مين هي. سلطانة، عم يقولوا رمال المنديل البنفسجي. شو عرفك إنه كلامهم صحيح؟ والله العظيم صحيح يا مولاتي، الكل هون شافوه. بدك تلاقيها لهي البنت مين ما كانت تكون عم تفهم علي؟ وين ما كانت بتجيب لي اياها، روح وجيبها. أكيد مخبينا بشي مكان بالقصر. مولاتي السلطانة مريم. حضرتك مين؟ خادمك نزار يا مولاتي، اجيت مع عفيفة خانو من قصر ترابزون لعندك. تفضل. تحركوا بسرعة. طيب وهدول ليش جايبون لهون؟ هدول حيكونوا بخدمتك يا مولاتي. اي منيح. انا مو مثل بقية السلطانات، ويلي بدها تخدمني بدها تنفذ اوامري من دون اي سؤال، ويلي بتسمع كلامي بتضل ورح أعطيها مكافأة، ويلي بدها تغلط معي مو بس رح أطردها من عندي، من القصر كمان. مولاي أنا مو فاضي هويام. لا تعقبني بهي الطريقة يا سليمان. هويام بترجاك، أنا هيك عم بتعذب ما بتحمل. ما فهمت أنت شو قصدك. المنديل البنفسجي بقصد، وصاحبته طبعا اللي رح تجي وتزورك الليلة. عم تعمل هالشي مشان تعاقبني وتحرق لي قلبي. أنا فهماني عليك لأني غلطت بحقك سليمان، أنا حاسة بالذنب بس ما تدفعني هيك تمن. موضوع المنديل أبداً ما دخلوا فيكي هيام. الشي اللي عم ساوي أنت مو السبب فيه. أنا اليوم عم استناك، وإذا ما بتجي الليلة وحياة عمر ولادي يا سليمان، وشي ما بقى يشوف الشمس بغيابك، رح عيش بالعتمة كل عمري. صار لازم نمشي، يلا لشوف، قومي معي.
خدوني لعند بنتي، دخيلكم بدي زور قبره، بدي كون جنبه. الله يخليكم خدوني لعندها. لشو هالاجتماع يا باشا؟ اتفقنا بالعاصمة على كل خطوات هالحملة. هذا النقاش هلأ ما في إله أي ضرورة. نحن ما بدنا نغير مخططنا مشان تبريز. الظروف تغيرت يا اسكندر شلبي، وصلتنا معلومات جديدة من محمود بيك بتغير كل مسار الحرب. طهماز وجيشهم سحبوا، رجعوا لسواحل قزوين، ونحن لازم نستغل هالفرصة. جيشنا مو جاهز لهالمخاطرة، وأصلاً ما في عنا وقت. الوقت ممكن نلاقي له حل إذا عملنا خطة مدروسة بشكل منيح، وهي الشغلة كتير بسيطة. ألا عتوان بطريقنا وبتعرف قديش محصنة، يمكن نحتاج أسابيع أو أشهر لنفتحها يا باشا. شو رأيك نصوح أفندي؟ برأيي لازم ندرس كل الاحتمالات يا باشا. الطريق طويل كتير، والعسكر مو بهالبساطة فيك تضبطه، وبغداد ممكن يكون طريقة أقصر وأسرع. بس مع وجود هيك فرصة مهمة ضروري ما نضيع من بين إيدينا. مصطفى باشا، طريقنا مو مضمون، التضاريسه صعبة على حركتنا، بس بوجود حلمي باشا معنا بهالطريق رح يسهل علينا كل الصعوبات، لأنه عنده الخبرة الكافية. مصطفى باشا، بلشوا بالتحضيرات بسرعة. تبريز بدها تسقط. أمرك براهيم باشا. يا باشا انتو هيك عم تغلطوا. شكرا ويعطيكم العافية. الاجتماع خلص. خليك نصوح. مرني باشا. حابب ارجع يا نصوح. مو مصدق امتى نخلص من هالحملة ونرجع بسرعة. بجوز يا باشا رجعتك يكون فيه خطر كبير عليك. لازم نعيش القدر المكتوب علينا. ما في أي خبر عن فريال يا نصوح؟ الموضوع هاد انت لازم تقيمه من راسك. لا ما رح قيمه من راسي. ليش لحتى انت تاخدي جناح؟ الموضوع كتير صعب، ما فيني ساعدك، بنصحك انك تنسى. انا مصر اني اخده، انا بدي جناح ولا ما بستاهل. روحي احكي مع امي، اكيد رح توافق. انا متأكدة انه امي ما رح توافق، بس انا رح اوعدك انه رح لاقي لك شي حل.
سلطانة؟ سلطانة خديجة؟ سلطانة كيفك حبيبتي مريم؟ اجيت اطمن عليك. أنا منيحة كتير، بس أخي مزعوج، قال بده مثلي، قال لي إنه بده جناح. طلعي لبرا، بدي أقعد شوي مع الأولاد. شو اللي جابك؟ من شوي كوسار راحت تخبت بغرفة الباشا، بدها تعرف مين اللي بدها تروح على الخلوة اليوم يا سلطانة. وإذا فرضنا راحت، مولاي أكيد ما رح يستقبلها. هو وعدني يجي لعندي لهون على الجناح شوي تانية وبيوصل إن شاء الله. صار الوقت فيروزة، هذا اليوم كتير مهم بالنسبة إليك. فيروزة، حاولي يكون مولاي السلطان مبسوط منك. إذا صرتي المفضلة وقدرتي تجيبي له الولد رح تكوني سلطانة. علمتيها كيف لازم تتصرف؟ علمتها. أهم شي بالموضوع الاحترام يا فيروزة، احني راسك على طول ولا تطلعي بعيون جلالة السلطان عم تسمعي، ولازم إنه تبوسي له طرف توبه. اسمعي فيروزة شو رح قلك، أهم شي إحساس قلبك، بنصحك تساوي اللي بيأمرك فيه. حاسة قلبي رح يوقف، أنا خايفة، خايفة ما اسمعه بنوب. عفيفة خانو، لا تكوني عم تدوري عليه.
قربي لعندي. شو اسمك؟ أنا سألتك شو اسمك؟ فيروزة. فيروزة. شو هاد؟ يا مولاي هي عصفورة اسمها بوتيمار وهي أسطورة ببلادنا. انت من وين اجيتيني؟ أنا سريانية، أنا من ري مولاي السلطان. قلتي لي من مدينة ري؟ شو هي الأسطورة اللي ببلدكم؟ العشق. أنا شفتك بمنامي مولاي، كنت أنا وجلالتك مع بعض، مع إني ولا مرة شفت جلالتك. الرب بعتني على جنتكن يا مولاي السلطان. شو ما قدري ما نهستي، ما نام معلي شو ما. قليلي لشوف، شو قصة هاي العصفورة؟ شو كان اسمها؟ بوتيمار. وعن شو كانت بتحكي هاي الأسطورة؟ بوتيمار عشقت بحر لونه أزرق حلو كتير مثل لون عيون حضرتك يا مولاي.
طول النهار كانت تقعد قدامه تفتح جوانحها التنتين وتتفرج عليه. حبته مولاي لدرجة الجنون، كانت تموت من العطش ولا تقرب تشرب منه، لأنه بوتيمار كانت تخاف على المي من إنه تخلص. ومن كتر حبها وعشقها لهالبحر ماتت جنبه من العطش والجوع. وقت البحر أخذ هالعصفورة لجواته وخباها، وهي هي يا مولاي قصة عشقون. عرفت اني رح شوفك. شو عرفك بقى؟ انا اجيت لاغسل التياب. طيب قليلي وين التياب؟ البنات هنيك على النهر ومعن التياب. معناته بروح انا وياكي. مستحيل مستحيل اني اركب على حصان شب ما بعرفه انا بروح لوحدي. ما بتعرفيني؟ ايه اكيد، انا ما بعرف مين بتكون. اذا بتجي لعندي بقلك. عنك أي شيء، لا اسمك ولا حتى وين بيتك. وأنا ما بعرف شيء عنك بنوب، ومع هيك عجبتيني. بس اسمي أنت بتعرفه؟ صح، إلينا. هذا اسم بنت الإله زيوس، مرته لميرالوس. بيقولوا كانت حلوة وقدرت تسحره لأمير طروادة بجمالها، فخطفها على بلده وخباها عنده بالقصر. بتعرفي إنه وقتها صار في حرب كتير كبيرة وماتوا ناس كتير؟ معناته هذا الاسم منحوس؟ ليش؟ لتكوني ما بتحبي تعيشي قصة عشا. ما بعرف، بجوز هيك. مو على أساس رح تقلي شو اسمك؟ إبراهيم. أنا إبراهيم وعايش مع عيلتي بمزرعة صغيرة هون. كتير حلو. ونحن كمان كان عنا مزرعة صغيرة، وقت صار علينا ديون كتيرة اجوا واخدوها منا. هلأ عنا بيت صغير وحلو، ونحن صرنا نشتغل بالسجاد من وقتها. وبتشتغلي معهم؟ طبعا، وصرت بساروهان أفضل وحدة بشغل السجاد. أهلا عباس آغا. أهلين فيكي. عجبوني السجادات، عاملينهم مثل ما بدي. معناته أكيد هالمرة رح ترفع عنا السعر. يلي بيسمعكم بيقول إنه أنا عم غشكم. شوفي إذا في حدا بيدفع لكم أكتر مني روحوا لعنده. مو أنت مخوفاً للتجار؟ شلون بدهم يشتروا منا؟ وأنا عم أقول لمين طالعة بنتي، كتيرة تحكي مثل أمها. صحيح، وين هيلينا؟ طول اليوم ما شفتها. طلعت الصبح بكير، بتكون راحت على البركة. السجاد تبعنا كتير ممتاز، بس يا خسارة عم نبيعهم بسعر قليل لتاجر نصاب، ومهدد كل التجار مشان ما يدفعوا لنا سعر أكتر. ليش يعني ساعتين له؟ اشتكوا للقاضي. عن أي قاضي عم تحكي؟ ما الكل متفقين معه وبياخدوا حصة منيحة منه. بس هلأ الأمير مصطفى هو اللي استلم وراح يحط لهم حد للكل. ما حيطلع معه شي، الأمراء يلي مثله ما بينزلوا بين الناس، ما بيفكر غير بمصلحته بس. مو ضروري، بلكي هالأمير عادي. كل الأمراء شايفين حالهم وما بيهتموا بأمور الناس. منيح اللي مو سامعك هلا، وقال لك عن أمرهم يقتلوكي. شو عم تخوفني؟ إذا بشوفه قدامي هلا رح قله نفس هالكلام. قال الناس هون بيحبوه، وسمعت كمان إنهم متفائلين بجيته لهون. مزبوط، والبنات صافين على الدور بالقصر. حتى ريتا قال حابة تدخل على الحرم لك تبعه. يعني أنت ما بتحبي؟ أكيد لا، ما كتير بتهمني هيك أمور، وعندي الموت أسهل بألف مرة من إني أدخل على حرملك سلطان أو أمير.
منيح، معناها ما رح اضطر بعدين اتواجه مع الامير واعمل مشاكل مشانك. تاخر الوقت، صار لازم ارجع على البيت. امتى حشوفك مره تانية؟ ما بعرف، الاسبوع الجاي رح ارجع لهون. ابراهيم روح من هون بسرعه. هيلينا، انت شو عم تساوي هون؟ بعدين مين هاد؟ عشيقك ما هيك؟ انت شو دخلك فيني اصلا؟ امشي قدامي على البيت وبعدين منتحاسب. بعد ايدك. انا باخذ لك روحك اذا لسه بتلمسها. سمعتوا شو قال؟ قال بده يقتلني هالكلب. انتي منيحة؟ شو اللي خلاك تساوي هيك؟ انا حاولت اني احميكي بس. بس انت وقعتني بورطة كبيرة. مولاي السلطان. اهلا وسهلا رئيس خضر. التقيت مع ابراهيم باشا مثل ما امرتوني، وبارك لي بالمنصب الجديد اللي شرفتوني باستلامه يا مولاي. القرار وصلني عن طريق إياس باشا. خير، بأمر مني الرئيس خضر اعتبارا من اليوم قائد القوات البحرية للدولة العثمانية. بسم الله. اعتباراً من اليوم بتباشر صلاحياتك. تركونا أنا والريس خضر لحالنا. عود يا ريس. مصانع السفن العثمانية بأمرتك، حتكون تونس أول أهدافك. خليهم يجهزوا البواخر اللي بتحتاجها. مولاي بدنا 90 باخرة، أهم شي طبعاً إنه ما يكون فيه نقص. اعتبر طلباتك مجابة. إبراهيم باشا شلون استقبلك؟ والله يشكر، كتير اهتم فيني وبالناس اللي كانوا معي، انبسطت منه وطلب بلغ احترامه وتحياته لجلالتك. حلمي باشا، قديش بدنا وقت تقريبا لندور حوالي بحيرة وان؟ هاي المنطقة كتير وعرة، تضاريسها صعبة، وفي معدات معنا يمكن تأخرنا مثل المدافع، ويمكن ما نوصل بعشرة أيام. جنودنا مزعوجين يا باشا، وعم يصير في قلة انضباط، وإذا رحنا من هالطريق بدهم ينزعجوا أكتر.
كنت عارفان انه رح يصير هيك. من الافضل انه نتراجع عن هالخطوه. خلينا نتوجه لبغداد. وضروري نصنع كم سفينه مشان ننقل معداتنا الثقيله ونقدر نقطع البحيره. بهيك ظروف مستحيل نصنعهم. بعدين اكيد تصنيعهم بده وقت. مصطفى باشا، باشا قل له لعلاء باشا رئيس ورشه النجاره يصنع 3 سفن على السريع، وامن له كل شيء بيحتاجه، فهمت؟ وبدي اياهن خلال 7 ايام. امرك ابراهيم باشا. يا باشا انتهى الاجتماع. ابراهيم باشا ما حكى لك لشو عم بيخطط؟ سمعت بده يبني دولة جديدة ببلاد العجم. خبرني يا مولاي. مثل ما بتعرفوا السيطرة على بلاد العجم مو سهلة بنوب. الباشا حابب يلاقي حل جذري للموضوع هالمرة. اللي فهمته انه الباشا مفكر يبني هنيك دولة تابعة لإرادتكن، بشرط يحكمها سلطان يحوز على ثقتكن، وشايف انه هذا هو أكتر حل مناسب. ما في حدا معين بباله؟ ما قال لك شي اسم؟ ما حكى بأسماء، لأنه ما حدا غير جلالتك بيقرر هالشي. أنت شو رأيك يا ريس؟ بناء دويلة جديدة هنيك ممكن يكون الحل؟ أنا برأيي الباشا عم يشوف الأمور بشكل مختلف. هو برأيه إذا ما انحلت مشكلة الشرق ما فينا نتوجه على الغرب. صحيح الحل تبعه عقلاني، لكن بنفس الوقت خطير، لأنه إذا بيستلم هالسلطة حدا ممكن أنه يخزلنا، رح تكون النتائج وخيمة. طيب لو سلمنا إبراهيم باشا هيك منصب؟ على الأغلب بالنهاية خطتنا رح تنجح. هيام صار لفترة منيحة مو مبينة، بس بصراحة سكوتها كتير عم يخوفني. لأمتى يا عفيفة خانم رح تقدري تخبي فيروزة؟ هيام مانا سهلة أبدا. مزبوط يا سلطانة، بس نحنا لازم نستنى لتتطور علاقة فيروزة مع جلالة السلطان قبل ما نظهرها. مزبوط هالكلام، بس هيام مستحيل إنها تقبل وتسكت وإلا ما تعرف مين هي. أنت كوني مطمنة سلطانة، ما أنا موجودة هون. فيك تروحي عفيفة خانم. سلطانة. سلطانة؟ لا تخافي، طول ما جلالة السلطان لساته هون هيام ما فيها تساوي. طيب وبعد ما يروح الحملة؟ نحن شلون ممكن نحمي فيروزة؟ مو المفروض نفكر بطريقة؟ ليلي شو كان بدك؟ هلأ سلطانة هيا مو كانت حابة تعرف من هي الجارية؟ مزبوط، عرفتي من هي؟ وأخيرا من هي؟ بس بالأول يا كوثر بدك توعديني إنه ما تخبري عني. ولا يهمك، نحن وراكي. قولي مين هي الجارية ووين هلأ عم يخبوها؟ عند السلطانة مريم بجناحها، حاطينا عندها لتخدمها. كوثر هلأ شو بدي ساوي؟ أنت روقي. بشو قاعدين عم تتوشوشوا انتو التنتين؟ ما دخلك. شو عم تحكوا؟ يلا ردي. ولا شي، والله ما حكيت شي، هي سألتني وقلت لها ما بعرف شي. رح لاقيها قد ما حاولتوا تخبوها. قبل ما تلاقيها رح تجي معي. تركيني ولا بقتلك. مو على كيفك، يلا تركيني. يلا لشوف. تعا نزار آغا امسكها. عم قلك يلا خيني. امشي معي لهون. تعي لهون. مليت من هالتسريحة. انت ما بتعرفي تعملي غير هالموديل؟ اذا بدك انا بساوي لك شعرك سلطانة. شو رح تساوي؟ ما بدك اياه يكون حلو سلطانة؟ طيب تعي. Thank you.
سكتي قدامي لشوف. ليش جبتوني لهون؟ شو بدكم مني؟ سكتي ولا كلمة. شو عم بصير؟ وهي التافهة شلون بتفوت على جناحي؟ بدي افهم. سلطانة، شفتها عم تحكي مع وحدة من الجواري اللي كانوا بالحفلة، ومن الواضح انها عرفت هوية الجارية اللي راحت على الخلوة. هالتجاوز في إله حلين بس، يا بتموتي يا بقطع لك راسك. سلطانة، ما عرفت هوية الجارية، كانت رح تقلي بس اجت فاطمة. لا تكذبي كوثر. سلطانة صدقيني ما بعرف شي عن الموضوع. خدوها واعملوا لازم معها. سلطانة الله يخليكي لا تسويها. سلطانة سكروا لي هالباب. شو عم يصير هون؟ عرفت من اللي راحت على الخلوة لعند مولاي، بس قدروا يمسكوها قبل ما تروح تخبر هيام. ما بعرف شي سلطانة، ما عرفت مين هي. تركوها تروح. بس يا سلطانة قلتلكن خلوها تروح. كوثر، إذا عرفت إنك فتحتي تمك بكلمة رح تدفعي روحك الثمن. شبكي مو على بعضك؟ سلطانة، أنا عرفت السلطان مين اختار هديك الليلة. طالما أنه عرفتيها ليش ما عم تحكي؟ لأنه السلطانة خديجة هددتني، قالت لي إذا بقلك بدك. كوثر سلطانة لا تعصبي، ما أنا تابعة لإلك وبس، أصلاً ما بقدر خبي عنك. يلا قولي مين هي؟ من الجواري اللي عم يخدموا السلطانة مريم، حطوها هونيك ليحموها. خلصت يا سلطانة؟ لأنه وشك حلو مثل القمر كل شي رح يلبق لك. انت شو اسمك؟ فيروزة. فيروزة، من هون ورايح انت بدك تسرحي لي شعري؟ هالشي اكيد بيسعدني يا سلطانة. انت كتير شاطرة بتسريح الشعر، ممكن تعلميني كيف؟ وليش لا؟ سنبول هون ما في حدا. يلا سكتي سكتي بس خلص سكتي بس ولا صوت. عفيفة خانم، هي مو سهلة بنوب، مودي البنت على مكان ما بيخطر ببال إبليس. هلأ شو بدنا نساوي فيها؟ هالموضوع بيرجع للسلطانة وبس.
سلطانة؟ كوثر، تفضل يا سلطان. انت متأكدة انه هي نفس البنت؟ ايه يا سلطان، الجارية اكدت لي انها هي. كشفي عن وشها لشوف مين هي. لكن انت عشيقته؟ مولاي، شو هالجمال؟ تعالي لاحظني. روحي تشتاق إليك وأنت تجلسين معي، وجهك الذي يغار منه الورد لا يفارق عيني، أنت الجمال الذي فيه أرى كل شيء جميل. كيف استطعت أن تختمي على قلبي بختم السلطان سليمان؟ بدر الدجى لجمال وجهك وعينيك عاشق، والغصن من أعطاف قدك سارق، والمسك منك من أنفاس ثغرك عابق. إني وحق ربي في محبتك صادق.